بوابة جديدة للهجرة إلى كندا من خلال الحصول على عقد عمل، بالتحديد أصحاب العملات الماهرة لكريتيكال وورك، للناس اللي ما معها شهادات، للناس اللي فقط معها دبلوم أو خبرة في مجال عمل معين. لتعرف أكثر عن كيفية الحصول على عقد العمل أتابع الحلقة حتى النهاية. مرحبا للي يشوفني اول مره، انا محمد قاسم، بحكي على كل المواضيع اللي بتخص الهجرات والسفر والاماكن التي تستحق الزياره واستخراج التاشيرات. بدايه بحب اصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد حتى يرضى محمد. بستغل هذا المكان حتى ادعو لاهلنا في غزه، ان شاء الله ربنا يثبت مع كل هالمجازر اللي عم بتصير، لكن اهل غزه هم اهل الصمود، هم الشوكة في حلق هذا الكيان المختل. إن شاء الله ربنا بنصركم عليهم، وإن شاء الله النصر آتي، إن شاء الله ربنا بصبركم، وإن شاء الله ربنا بسامحنا على الخصور الموجود منا. وبتمنى من كل أشخاص اللي عم بيحضروا حلقة أنهم يدعوا لأخواننا في غزة بالثبات والنصر بإذن الله تعالى. أيضا لكل أشخاص اللي عم بتابعوني على قناة على يوتيوب، بتمنى منكم جميعا تشتركوا القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. وكل أشخاص أيضا عم بتابعوني على قناة على الفيسبوك وإنستغرام، بتمنى منكم جميعا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، تحطوا لنا أي رياكت، هجرني، أحببت، سفرني، اللي انتم بدكم إياه، بالإضافة أنكم تحطوا لنا تاج لكل الناس المهتمين بالسفر والهجرة. اليوم جبت لكم شركة لها أكثر من 70 عام في السوق الكندي والسوق الأمريكي. هاي الشركة متخصصة في صناعة الصلب والحديد والنقل. هاي الشركة حتعطيك عقد عمل يساعدك في الذهاب إلى كندا من خلال الكريتيكال وورك. هاي الشركة ما عم تطلب منك متطلبات، لكن تذكر كريتيكال وورك تحتاج إلى متطلبات زي كشف الحساب، تحتاج إلى لغة من SLP 4 وإطلع. فلا تنتبه إنه الشركة مش بحاجة إلى لغة، لكن أنت لما تأخذ كتاب التعيين أو الخطاب تاع التعيين من الشركة أو عقد العمل بدك تقدم لدائرة الهجرة، هاي متطلبات دائرة الهجرة. فلا تنتبه للناس اللي بيقول لك مش بحاجة إلى لغة، الشركة مش طالبة لكن الهجرة دائرة الهجرة طالبة. خلينا نفوت نتعرف أكثر على هذه الشركة وكيف نقدر نسجل لها، شو الشواغر، وين مقر هذه الشركة. نفوت ونتابع الحلقة حتى النهاية، وحنربح إن شاء الله 5 أشخاص تعبئة مجانية لنحصلكم عقد عمل للناس اللي معها متطلبات الوظائف المعروضة في هذه الشركة. تابعونا ولا تنسونا من الاشتراك والدعم، ويلا يعطيكم العافية. زي ما تعودنا من الموقع الرسمي، تعال نفوت نشوف الموقع الرسمي للشركة. هاي هي الشركة فار ستيل LTD، فار ستيل LTD، 70 عام، من عام 1953، تمام؟ 70 عام لها الشركة عم تشتغل. خلينا نفوت ونقرأ أكثر عن هذه الشركة أو أترجمها، شو رأيكم؟ نشوف، نحكي عن الأباوت، نشوف شو بيحكوا عليها. خلينا نفوت ونترجم لكم إياها. خونا بقول لك إنه إلهم 70 سنة والجماعة بيفتخروا. بدك تعرف أكثر عن هذه الشركة. نبيع الفولاذ، وعدنا هو تقديم منتج بأعلى جودة ومستوى متميز من الخدمة، يتم تقديمه بكفاءة كل يوم لكل عميل نخدمه، مدفوعين بطموحنا في أن نكون الأفضل، تمام؟ هون عم بيحكوا عن المنتجات، منتجاتهم طبعا ده حابين نعرف أكثر، منتجات الصلب المتميزة، ألواح، الهياكل، أنابيب البناء، الألمنيوم، ستانلس ستيل، الشبك والمعادن والقضبان وحديد التسليح وعمد التشطيب، هاي كلها اللي هم بيقدموها في هذه الشركة، تمام؟ طب نطلع على المواقع تاعت، هي موجودة في ألبرتا وكولومبيا، بريتش كولومبيا البريطانية، ساسكتشوان، مانيتوبا، أيضا في الولايات المتحدة موجودة في واشنطن، في سياتل، إذا هم موجودين في أماكن كثيرة. هذه الشركة بدها عمال في الصلب والحديد حتى يستمروا. تعالوا نفوت ونشوف كيف إحنا بنقدر نتوظف في هذه الشركة. الآن هذا هو الأول أبليكمنت، بيقول لك أول ما توقع العقد حيعطوك 500 دولار. أول ما توقع العقد، هاي الوظائف يا جماعة الخير، يعني دائما الوظائف عندهم أول بأول. خلينا نشوف مثلا بالله للدرايفرز، هاي معطوك رقم، الهاي بقول لك أول ما توقع عقد إن حنعطيه 500 دولار. هون المتطلبات، هاي السالاريز، هاي الميديكال، هاي البينيفيتس، هاي الراتب، هذا كل هالمتطلبات شو مطلوب منك، أنت اقرأهم بعناية، تمام؟ هسا employment application، أنا عشان أقدر أقدم لهذه الوظيفة بدي أبلش الفيرست نيم أول شيء، مهد، اللاست نيم قاسم، الكرنت ادريست مثلا عمان جوردن شفا بدران بهادين توخان ستريت، البلدنج 93،
المدينة عندي عمان، تمام، البروفيجنال عمان، البوستال كود 11943، هون جوردن. هون بدنا نحط الايميل تاعنا اللي هو نحلة 1986، الفون نمبر مع الاريا كود 0962، الفون 7996-7238-18. بقول لك هون how did you about this job others، حطوا others. اذا سألك specific بتكتب له من خلال نحلة around the وورد، نحن around the world channels in YouTube. ما يعرف من جبت، كيف عرفت عن الوظيفة، applying for the position، ايش انت مثلا بدك بالسيلز، بدك بترك تراك درايفرز مثلا، خلينا نحكي upload. هون بدك ترفع اللي هي خلينا نحكي الشهادة السواقة الموجودة عندك اياها، هاي شهادة السواقة رفعناها. which location بدك تختار اللوكيشن، طلعوا كل المناطق الموجودة وين، وين بفيرونا مثلا اذا حسب الوظيفه، السكند تشويس اذا بدك مدينه ثانيه، تمام، ثيرد تشويس يعني اكثر مدينه ممكن تقدم. متى بتقدر انت تباشر عملك؟ قول لهم انا بقدر اباشر مثلا من شهر 1/1/2025، يعني ترى بدك وقت حتى انت تطلع لك الفيزا. هون بكتب له السي في تاعتي كامله، بتكون عندي بعمل له كوبي بيست عن كل شيء، تمام، بكتب له السي في تاعتي بشكل كامل، وبالاخير شو بعمل؟ سبميت. بكون هيك انا عملت سبميت. الان انا قدمت الى هذه الشركه، بيعالجوا الطلب تاعي، وضعي تناسب معهم، بيتصلوا فيه، بيعمل معي مقابله، اتس اوكي، بوقعوا معي عقد. هذا العقد يا صديقي بتحمل حالك وبتروح، بسقط طبعا الشروط تاعت كل وظيفه، بتحمل هذا العقد يا صديقي وبتروح فيه الى دائره الهجره، بتقدم على كريتيكال وورك. كريتيكال وورك إما إقامة دائمة أو إقامة إقامة دائمة أو إقامة مؤقتة أو تصريح عمل حسب الجوب أوفر اللي بعطوكم إياه الجماعة. هيك إحنا بنكون قدمنا لفارس تي اللي هي متخصصة بصناعة الصلب، السواقين اللي هم سائقين، خلينا نحكي نجار، حداد، لحام، هاي العملات الماهرة اللي ما معهم شهادات بس معهم خبرة مطلوبين لهذه الوظيفة. لهيك أنا بكون شرحت لكم عن الموقع اللي له أكثر من 70 عام في الولايات المتحدة الأمريكية وبكندا، حتى تكون بوابتك للهجرة إلى كندا بأبسط الشروط وبطريقة نظامية. وإياكم يا جماعة الخير، إياكم سوى ما إياكم توقع تحت سنان مهرب، اسمه مهرب يعني نصاب. يعطيكم العافية. زي ما شفتوا يا جماعة الخير، هاي الشركة متخصصة في صناعة الصلب والحديد والمواد الثقيلة، عم تعطيك عقد عمل. زي ما حكينا عقد العمل يا صديقي ممكن ما يكون بحاجة لغة، لكن لما بدك تقدم انت بحاجة انك انت بتفوت على كريتيكال وورك، بحاجة للغة، حاجة لكشف حساب بنكي، بحاجة انه يكون معك خبرة على الاقل سنتين، عرفتوا يا جماعة الخير، عشان تقدر تقدم وتحصل على الإقامة الدائمة او الإقامة المؤقتة او تصريح العمل. فهذه المتطلبات يا صديقي لازم تكون حاصل عليها عشان تحصل على اللي انت بدك اياه. حد هون احنا بنكون خلصنا شرح حول هذه الشركة اللي لها اكثر من 70 عام، وزي ما وعدتكم حربي 5 اشخاص تعبئة مجاني حتى احصلكم عقد عمل باذن الله تعالى من خلال هذه الشركة، بس بشرط تكون متطلبات الوظيفة اللي انت عم تقدم لها موجودة. طريقتنا سهلة جدا، السحب عشوائي، 6 شغلات، اسمك، اسم البلد، تم ابو سلمى، تم ابو قاسم، دعاء الاهل في غزة، وبتكتب لي العمل في الصلب. 6 شغلات في مسج واحد عشان نقدر نسحب، وحنسحب الاسماء ونعلنهم ان شاء الله على قناتنا على الفيسبوك او انستغرام. لذلك بتمنى منكم جميعا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى تشوفوا مين الرابحين ويصلكم كل جديد. حطوا لنا تاج لكل الناس مهتمين بالسفر والهجرة، حطوا لنا اي رأيك، هجرني، سفرني، احببت، واللي بدكم اياه. ايضا لكل الاشخاص عم يتابعين على قناتي على اليوتيوب بحب اذكركم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. وبدي انبه، المسابقة فقط على قناتي على اليوتيوب. ولهون احنا بنكون انهينا الشرح، وزي ما عودناكم دائما وابدا بنهايه الحلقه وكل حلقه، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.